بسم الله الرحمن الرحيم. تجهيز أغراض الطلعة، هذا قدور، الشبك شوي إن شاء الله، غاز، دبة الموية، كل واحد يجمع فراشه، البيبات، هنا فرش. إن شاء الله أتمنى تكون رحلة سعيدة وموفقة إن شاء الله لأهل الحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أبو ريف والله هلا هلا بتمير. الله ابو احمد كيف حالك؟ سك طيب ابو احمد؟ فين جاي يا ابو احمد؟ ابو احمد انت خدت ترحب بحق الرجال جبت ثاني ارحب. لا والله بس هذاك من ابو احمد معروف لي حركات جالس حركات ها اجلس يا اي والله لازم احد يصور يكفي ان شاء الله يوزع يا رجال مقلوب خلاص. لا يمكن في تصوير احلى من التصوير يا اخي. التصوير ها في تصوير احلى من التصوير يمكن. ها ليه انت مين؟ ها درس الله جايك جايك الله يحييكم. ذكرت انا بالماضي بعد الصلاة حقك اقعد يا ابو تميم والله ما جابني حبيبي يقول لك الطاقية كويسة لما هو اه ممتاز. تمام ما شاء الله تبارك الله ابو هشام. الله يحييك ابو هشام ديرة حرب واسط ما شاء الله ربيع على مد البصر لا اله الا الله. ابو انس انس وين انس؟ وين رايحين؟ حطب يا شاء الله. كيف ابو باسل؟ والله شيء ها؟ لا جالسين في الحارة احنا ما احنا دليل على شيء. اسبوع ما هو يوم اي والله اسبوع هنا ما نبغى مكان ثاني مع الصبح بكره هذا. تعال 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 اجلس هنا تعال يا سلام اجلس هنا تعال تعال اجلس هنا اخذ لك صور بين بين هذا شو الورد هنا. ايوه الورد هذا شو ان شاء الله طلع قول اعطيني ما تمشي انا بخلق يقول لك انسدح يا ابو باسل شوف مغطي مغطي ابو باسل ايوه ما شاء الله يا سلام يا سلام ابو تميم 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 ابو ما شاء الله تبارك الله شوف ربيع واصل اليوم الجمعة اهلا ومرحبا خمسة رجع الجو ربيع وجميل ما شاء الله شوف الزهور كيف انت زهره زهره من الزهور حياك الله ان شاء الله طلعه طيبه موفقه نعم نعم بسم الله تعال تعال سيدي خلي 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 خليك 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 ما اخذت لك صوره يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام اجي 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 تجي ابيع يا الاوروبي سوي لي بيع تعال هيا يلا معانا الشهري ومعانا الحكم من جيزان ومن ومن الجنوب ومن الرياض ما شاء الله مجموعه طيبه ايس ايس الشهري يلا ايس اي اي هاي ترسلها الحين الجنوب يجون كلهم يجون الله يحييك يا ابو تميم والعود الفضل الله ثم لك في هالجمعه الطيبه حول الجيران والله يبارك والله نبيل ما شاء الله تبارك الله اللي قام به جو طيب وجمعه طيبه في يوم جمعه مباركه ان شاء الله الله يعطيك العافيه ابو تميم الله يعافيك غرفه سعيده والله الجمعه الله ما شاء الله تبارك الله والله اختارنا الموقع صراحه اللي جابنا هنا الموقع موقع واثر النادي معاهم خلاص الله يجزاك خير حياك الله يا ابو عدي اهلا مرحبا تعال تعال والله يزعل والله يزعل منك ابو عدي ابو عدي سهل من اول يا ولد اول مره شبت النار هناك ها هذا حط عليها في الجهاز يطلعه لك هذا برسيم يقول لك ما شاء الله ما شاء الله بانس ما شاء الله والله النعم بانس معك زود يا أبو. كيف المكان ابو ممتاز جدا ها انت تقول جيت الاسبوع اللي فات ايوه جيت هذا المكان هذا لا احنا في المكان شفت الربيع هذا شفته أيوه. ها ايوه ما شاء الله ان شاء الله يجي مكان ممتاز ما شاء الله تبارك الله شبت النار يا سلام والقريب يجي ها القهوه الله يحييك الله كبير لا
لا خليه لا خليه تطلع طلع بس يا ابو هشام ابو هشام خليها اعتمد الخبور هذه الجلسة النوم هنا ها؟ جاي من مكة أنت ولا مروح؟ لا لا من قريب هنا عند أخوانك؟ لا كيف مكانه في الفقير؟ والله ما شاء الله تبارك الله ما يحتاج حياك الله وزياد منور أنت أبو نايف سلطان هلا حياك حالك حشد المص جالسين مع حبيبنا النصراوي اللي أمس أكلها ثلاثة سي 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 أكلها مع روراندا اليوم الجمعة خمسة رجب أقول لك السوبر مخلينا الظروف الاتحاد والبيحة حقنا الرياض طلعوا من أبو عامر أبو عامر كيف المكان أبو عامر عز الله بيض الله وجه بن أختام والله ما شاء الله تبارك الله كله يصور ها المكان الحلو صدق يفرض نفسه أبو فهد جلال ارفع الطلب يدك يا جلال الله يهديك ابو محمد كيف المكان وكيف الاجواء وكيف الله تبارك الله يا ابو احمد كيف كيف الله ما شاء الله تبارك الله زي الرياض صح زي الربيع في الرياض لا والله الرياض باقي ان شاء الله يجي خير لا زي كذا ورود مورود هذا ها سلام يا سلام حياك الله ابو كيف الحال مسجد الحماد زمان هذا المنسق الاساسي والرئيسي في طلعه مسجد الحماد دائما وابدا لازم نجمعهم الاثنين المسجدين لازم نجمعهم والله فكره جيده في نفس المكان هذا والله فكره جيده يلا خلاص اطرح لهم قولوا القائد حقنا الامام يوسف ابو تميم يقول لكم نطلع مع بعض كلنا المسجد طلعه واحده مو اسبوع الجاي الاسبوع اللي بعده بإذن الناس محمد خلاص ما شاء الله تبارك الله الله يعطيك العافية ما شاء الله تبارك الله أبو فهد يبغى الرومانسيات هذه ها يقول لي لا تذبح بالمصلخ نبيل يقول لا لا نبيل ها ونبيل جاي بيخربها نبيل أبو عمار كيف حالك أبو عمار أعطيه ما يعرفون ترى ما يعرفون يذبحون يلا أعطيه أبو عمار أعطيه والله جلال كيف حالك جلال طيب وين سمير عنك قال له قال له قال له في خمال هناك ما في شيء عنده ابو خالد خمال ما فيها شيء خمال شوف كيف شوف نبيل شوف بالله نبيل شوف كيف الربيع ها هذا يقول لك اتاك الربيع الطلق يختال واسما هذا صحيح اول صدق احسن من الربيع حقنا بس ها الربيع حق الجيران يعني هذا صح ربيع اسم ربيع اسم على مسمى السلام فهد السلام ويلان المسجد من يصلي فيه الحين ولي قلت كلمته هذا المكان يبغى له يوميا يجي واحد ها والله مكان رهيب صراحه الجو حلو جو تعرف لو جيت يبرد في الليل يبرد وصلنا الآن إلى طاش لاب عند النجل ما شاء الله تبارك الله هنا الموية تكلمني معاه على ما شاء الله تبارك الله حافة النجل هذا الواسب الله يعافيك وشو الجلسة الحلوة فتتكم شباب فتتكم الرواق براد براد هنا صراحة براد ربيع هناك بنطلع عبد العشارة شوية في بشام هناك شوف شوف ما شاء الله تبارك الله والله يا ابو يوسف اللي تذكرت الوقت قلت يا ريت الجامع والله ابو يوسف ابو الصالح والله يا ريت ما شاء الله ابو تميم جزاك الله خير على الطلعه الطيبه ما شاء الله يا ابو احمد حياك الله وبياك مكان استراتيجي صراحه ما يحتاج جبال ما شاء الله شاهقه ايوه شوف الربيع فيها يمكن نشيلها 200 متر فوق والمويه والوجهه الطيبه النازل ماشي ما شاء الله تبارك الله الان الساعه 1 الظهر
الحقونا لسه ما ركبنا الغداء. اليوم الطباخ حقنا الشيف حقنا ابو هشام ما شاء الله تبارك الله. يقول لك خير بركه ابو تميم. يا سلام يا سلام. الله يبارك في الجميع. الهمه الهمه يا شباب. ابو هشام ابو بخاري الهمه الرسالة سمير دحين يجي يدخل الطبخ. انا اعرف سمير ما يسكت ما يخلي الواحد على راحته. انت في شيء وانا في شيء. اجيك اجيك ابو هشام اجيك. احد يتدخل في الطبخ سمير. انت عندك النار الجلسه الحلوه هذه والبراد طبخ واحد قهوه شاي بس انت ما خلتنا. يا كمل كمل ابو فيصل. انا ما ادري ايوه ما عمي والله والله نختتم طلعتنا لهذا اليوم السبت 6/7/1444 الساعة 5 عصرا في طاشة. هذه الجبال الخضراء هلا ابو احمد. شربنا ابو تميم ما شاء الله تبارك الله في طلعه. وين رايح ابو سمير الحين؟ رايح جت شرجه. تمشى مع الاحبه. مع الاحبه ارحب حبيب قلبي. ابو تميم عنده كلمه. ابو عدي بالانجلش يا ابو احمد بالانجلش. اوكي سيو ان شاء الله افتر بخير افتر نون سي سي يا صوت جماعي وقفوا جماعيين جماعيين يلا يلا يا جماعية خلفيها يلا خلفيها يلا عند عند النهر هذا ان شاء الله تبارك الله. حقين النصر ينزل تحت تبارك الله ويلكم ماي فريند. حقين النصر ينزل تحت كذا يا رجل ثلاث ما تسع صلاة صفون بدواني على الجدار والله ايوه الصوره. لا ابغى شيء بلا طيب تصور. لا لا الجايب والخضار اللي وراك يا نبيل نبيل هناك ابغى اصور لك ولا انا ريحك. استنى استنى حبيبي ايه تصور تقريبا راح يمسح لو سمحت. خلينا نتشخص بالبوكس. روح روح روح. صباح الخير. صباح النور حبيبي. يس هو ما برين محديجان هو محديجان حبيبي. تعال يا وليدك شوي. انت سمير تبغى صوت ولا عيب؟ أرحتكم والله كل شيء لا صورة ثابتة. هنكمل سمعنا يا ابو ظبطوا 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 يلا واحد اثنين ثلاثة سي. لا كذا سي. واحد اثنين ثلاثة يلا خراش ها. واحد اثنين ثلاثة. خلنا بس الدنيا سي سي. أنا معاكم أنا معاكم يلا معاكم. نختتمها الرحلة. هلا ابو تميم مع السلامة. ان شاء الله الرحلة جاية للقاء. ان شاء الله جميع الجيران ان شاء الله معنا. مع السلامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.